فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء، ويتولى 15,000 قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مصر، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11,631 لجنة داخل 9,376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري إن مد التصويت لما بعد 9 مساء أمر طبيعي بنص القانون، حتى يتمكن آخر ناخب من جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته. وأضاف بن داري أن مد التصويت لما بعد 9 يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة كل المواطنين الذين ذهبوا إلى لجان الاقتراع في عملية التصويت، مشيرا إلى أن الإقبال في اليوم الأول والثاني كان غير مسبوق، مما يعكس وعي المصريين وإحساسهم بأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية. قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إنه لم يرد إلى الهيئة أي ملاحظة تعوق عمل المراسلين الأجانب حول سير العملية الانتخابية في مصر، وأشار رشوان إلى أن الهيئة تسهل عمل المراسلين الأجانب وتتابع ما ينشر منهم بخصوص الانتخابات المصرية حول العالم، مضيفا أن المراقبين يتجولون بحرية بين اللجان ويجرون حديثا مع المواطنين إضافة إلى التصوير داخل اللجان. وأوضحت الهيئة في بيان أن هناك شبه إجماع في الإعلام الدولي على كثافة كبيرة في الحضور للجان خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية. تواصل حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 متابعة عملية التصويت في اليوم الثالث للانتخابات، حيث تضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية. وقد أشاد ممثل الحملات بما شاهدوا من إقبال ملحوظ من الناخبين، وما يؤكد وعي المواطن بضرورة الحفاظ على مقدرات وطنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.